شتيت العاديات، ورشة عمل فريق للغاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك تخبرنا شو عم تشتغل أبو عمار؟ هلا نحن هون في كتيبة العاديات زيت الألغام، نقوم بتصنيع الألغام لتغيير الدبابات التي نفج فيها دبابات الأسد ضرب المدنيين. هذا صمام قنبلة عنقودية، نقوم باستخراج كبسولة منه حتى لا تنفجر، نستعملها في شغلات أخرى، نستعمل هذه للشظايا. نقوم أولا بإحضار الصائغ، وهو عبارة عن فتيل ومادة متفجرة من التين. نضعها في كيس نايلون للحفاظ عليها من الرطوبة، ونضعها في العبوة. بعد وضعها في العبوة نقوم بتعبئتها بالمادة المتفجرة، وهي شغل يدوي محلي الصنع من المواد المتوفرة في البلد، لأنه لا يسمح بإدخالها لهكذا مناطق متوترة فيها توتر مع النظام. العبوي بالمواد المتفجرة نقوم بوضع الشظايا التي استخرجناها أيضا من القذائف العنقودية التي قصفنا بها جيش النظام وطائراته. هذا صمام قذيفة عنقودية من الشكيكي من الحاضنة، أيضا نستعمله كجزئية. هذه أكلاس أكياس نايلون تغليف العبوة ومنع الرطوبة من دخولها. هذه العبوة معدنية نقوم بلمها وتلحيمها لكي نعبيها مادة متفجرة. هنا العبوة بعد أن نعبيها نقوم بوضع مادة السيليكون عليها للحفاظ عليها من الرطوبة، وتصبح بهكذا العبوة جاهزة للتفجير. هذه عبوات نستخدمها للدفاع عن أنفسنا ومحاربة جيش الطاغية بشار الأسد، والدفاع عن المدنيين ضد الدبابات والحواجز التي يتحصنون بها.